أقسم على أمر ونعوذ بالله أن نقع في هذه الشرور والآثام، أقسم على أن الإنسان لربه لكنود، والكنود الجحود الكفور الذي ينسى النعم ويذكر المصائب، دوما يذكر المصيبة وينسى النعمة. فهذا شأن غالب الإنسان، تسرب هذا الخلق السيء إلى بعض الناس حتى الطيبين، أحدهم يتاجر ويربح ويربح ويربح، وإذا قدرت عليه خسارة مرة ولم يسمع الناس منه كلمة حمد أبداً لكونه ربح، لكن يملأ الكلام في الناس أنه خسر خسر خسر. تسرب هذا إلى أخواننا الذين لهم مزارع دواجن، المزرعة تربح وتربح وتربح، إذا مرة مات بعض الدجاج ملأ الدنيا صياحا، خسرت خسرت خسرت، كم مرة كسبت وكم مرة ربحت؟ فلماذا تقلق الناس بخسارتك ولا تسعدهم بربحك الذي ربحت؟ وكذا كثير من الأعمال. فالكنود الذي يذكر المصائب دوما وينسى نعم الله عليه، والمؤمن لا ينبغي أن يتخلق في هذا الخلق، بل وكما ورد عن عروة بن الزبير رحمه الله لما رأى رجلا من رجليه مبتورة إذ دبت فيها آفة فنشرت، قال الحمد لله، اللهم إن كنت أخذت مني رجلا قد أبقيت لي أخرى. ولما سقط ولدهم على جدار فوقصته الدبة فمات، قال الحمد لله، اللهم إن كنت أخذت مني ولدا فقد أبقيت لي آخرين. فالإنسان عليه أن يشكر نعم الله عليه، وأن يشكر نعم الله عليه، عليه أن يشكر الله على إنعامه، وإن ابتلي فليقابل ذلك بالحمد وليقابل ذلك بالصبر حتى يبتعد عن هذه الخصلة الذميمة، وهي أن يكون كنودا لربه. إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، أي الإنسان شهيد على نفسه بذلك، شهيد على نفسه بذلك، سواء بأفعاله أو بأقواله، فينعم عليه بالنعم ولا يقابلها بالشكر، فعدم مقابلتها بالشكر شهادة منه على نفسه بأنه كنود، وإنه على ذلك لشهيد. وإنه أي الإنسان لحب الخير أي لحب المال لشديد، كما قال تعالى وتحبون المال حبا جما. قال تعالى مذكرا هذا الإنسان الكنود ومذكرا كل إنسان، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، استخرج وأثير ما في القبور، وحصل جمع ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ربنا خبير بهم في كل وقت وفي كل حين، ولكن قوله هنا إن ربهم بهم يومئذ لخبير، تلك الخبرة والعلم الذي ينبني عليه عندئذ الثواب أو العقاب.